أقول لكم إن وجودنا وثباتنا ما هو متوقف على الإذاعة، إحنا ثبتنا وجودنا منذ تونس باهي عرفة بدون إذاعة وبدون هواتف. مش إذا كان قطعت الإذاعة مثل ما الآن شوشوا على الإذاعة الليبية والله خذوا حلف الناتو إن إحنا انتهينا. يا سلام، إحنا ننتهي بانتهاء الإذاعة، هذه أول حاجة اللي بتحولوها من ذهنكم. والله مش تقولوا والله اخونا ما تكلم وتقعدوا تسمعوا في الاذاعات اللي تشن في الحرب الكلاميه، هذا زي الرصاص، الكلام المعادي هو حرب، مش يشن من فاعليتك ويأيسك ويشككك في نفسك في موقفك، بتكون على وشك الانتصار يشككك يقول لك انت بتنهزم، تصدق تكون قوي يقول لك لا انت ضعيف. مش اللي كان ما فيش كلام عبر الاذاعه، لان الاذاعه شايفين واضح اللي مشوش عليها الان ان احنا ما انا موجودين، احنا موجودين باذاعه ولا بلا اذاعه ومتواصلين، نقدر كل يوم نتواصل مع بعضنا كما كنا في الماضي. العدو ضعيف في كل مكان، وان كنت قد مسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثلهم، اراهم هم يتالمون وانهم مسهم قرح. من هو العدو اللي أمامنا؟ العدو التافه لا شيء، من هو العدو الذي أمامنا؟ الجرذان ما هي قاعدتها؟ ما عندهم قاعدة شعبية، في حد يحب الجرذان، حد يحب الخونة، حد يأيد الخونة بأولاده والله بماله والله بسياراته والله بإمكانياته، حد يأيد العملاء، معقولة حد يأيد اللي جابوه الدمار لليبيا واللي جابوه الاستعمار لليبيا واللي بيعطوا بترول ليبي لفرنسا ولبريطانيا واللي بيجعلونا تحت اقدام النصارى واليهود مره ثانيه، من بيأيدهم؟ الجرذان هذه عصابات بتاعت نهب ضعيفه جدا، شفتوا شو صار في طرابلس؟ انهبوا وكل واحد روح لبيته، تو يدوروا فيهم غير يبوهم يقاتلوا غير يعدوا دوريات غير يعملوا بوابات في مدينه طرابلس ما لقيهمش. وين اللي كانوا غايرين على طرابلس وجارهم اللي يضربوا بالرصاص وجارهم؟ بعد كم يوم ما لقوهم، قالوا كل واحد خذ ثلاجة، واحد خذ مكيف، واحد خذ أثاث، واحد خذ ذهب، واحد خذ مرة، واحد خذ خطفها، واحد وعدوا بهالشيء، واحد خذ سيارة، وعدوا خشوا جبل وخشوا الجفارة وعدوا خشوا معاك لقوهم، يدوروا فيهم يدوروا معاك لقوهم. بنغازي نفس الشيء، أصبحت خالية لأن قالوا لهم في غنائم في طرابلس، يلا إلى طرابلس، جو لطرابلس. أول ما جولوا طرابلس وكل واحد خذ غنيمة، واللي مات وماتوا بالآلاف طبعا، واللي خذ غنيمة واللي قاعد تطوع في الشارع مجروح واللي هرب، وبعدين دوروهم عاشقهم. تو بنغازي عيطوا يقولوا تعالوا، قالوا وين ما هناك حد يستجيب. والله بنغازي فيها فراغ أمني، بغازي قاعد ضعيفة، بغازي فيها فراغ أمني، تعالوا اعملوه، وينكم اللي عديتوا المغرب؟ ارجعوا. قالوا يفتح لكم ربي، دوروهم ما لقيهم. هذا هو العدو، هذه العصابة بهذا الشكل جايين ينهبوا في النسوان فعلا، ينهبوا في الاعتداء عليهم، ينهبوا في ذهبهم، وينهبوا في الفلوس اللي حصلوها في الحوش، يعني هذا حوش، خش حوش وياخذ اللي فيه، ياخذ سيارتك. هذا العدو اللي ساند فيهم حلف الأطلسي الآن في الرمق الأخير، خاصة بعد ظهر أن سيركوزي كله يبغي سلف بترول ليبيا، بيعطوه حصته وبعدين تاع قطر يعطوه يعوض الخسائر شريك معاهم، يعني بترول ليبيا بيصبح بين تاع قطر حمار قطر والكلب سيركوزي. تصور بترولكم بيقسموه بيناتكم بهذا الشكل، هذه هي الحكاية. وهذوم اللي داروهم مجلس ولا داروهم منه الوجوه الباهتة هذه المكرية، هذه متعاركين مع بعضهم ودايرينهم غير لافتة باش يمسحوا فيها، باش الاستعمار والرجعية يتقاسموا الرجعية تاعت الخليج، يتقاسموا البترول تاع ليبيا، جايبين هم مبرر اصغر باش يمضوا على تقسيم ثروة ليبيا بين قطر وبين فرنسا، وتعاركوا مع بعضهم لان هم من كل هدوء واحد زنديق وواحد ملحد وواحد يقولوا لي الليبرالي وواحد اخواني، هم لقوا ارواحهم في ورطه، هم نفسهم قالوا احنا اصبحنا في ورطه. كم واحد منهم تو صرح وقال والله احنا وجدنا نفسنا في ورطه، ما عاد يحلها الا القائد اللي كانوا ضدنا، تو يقولوا والله القائد هو اللي يقدر يحل المشكله.
الورطة بتورط مكان، فهم متورطين ومستحقرين. وأمس واحد منهم صرح في إحدى المحطات هذه اللي تسمعوا فيها ممكن، وقال خلاص احنا نزلنا انتصار حق الذفي، احنا خلاص كل يوم يمر تتلاشى قوتنا وإمكانياتنا. ردوا باكم يخدعوكم بالإذاعات وتفرطوا في صمودها؟ أبدا، هم عبارة عن سيارات خرافيش زي مركبين عليها رشاشات، وواحد اللي تشوف فيها بجنبكم هنا وهنا لما تهجموا عليهم يورقوا، لأن العدو ما عنده قوة فوق الأرض. اللي فوق الأرض هم هذا شوية الجردانة ذوما، وبعد ما يحصلوا غنيمة يهربوا. هم عاد لا حد لا في طراب لسرع في مغازي، كلهم خذوا غنائم وهربوا، وخاصة هم وحنين. قالوا لو احنا كيف بنواجه الموقف؟ مركزين على شيئين، مركزين على الدعاية والكذب، الحرب النفسية باش يأثروا فيكم، باش تطيح عصاتك من يدك، يأثروا فيك تطيح عصاتك من يدك، تصدق تفشل. هذه الحرب النفسية، واحد خايفين منه عنده عصا، وهذا الآخر ما عندهش عصا خايف منه يمشي يكذب عليه، الحرب النفسية مش عارف ايش اللي هذاك تطيح عصاته من يدك. ما تصدق الحرب النفسية اللي تطيح عصاتك من يدك، اصبروا وثبتوا وسننتصر إن شاء الله. ستوجه الضربات القوية القاسمة إن شاء الله عن قريب بالشعب، الشعب سيوجه هذه الضربات وقوة الشعب. احنا معانا الملايين، احنا معانا الجماهير، احنا معانا الشعب يمدنا بكل شيء. اما هم العدو مين معانا؟ في حد بينحاز لسيراكوزي اللي بياخذ نفط ليبيا؟ في حد بيأيد الخرتيت احمر قطر؟ في حد بيأيد الزنادقة؟ إن الزنادقة اللي زيهم هذه مجموعات محدودة زي ما أنتم شفتوها تطلع هنا وهناك وهناك، مجموعات محدودة زي فيران، وهذه هي تستحق القضاء عليهم. ما نرحمهم اللي بيعوا ليبيا، بيبيعوا شرفنا، بيبيعوا كرامتنا، كان خشوا بيوتنا. هذول بياخذوا من سواكم حتى أثاث بيتك بياخذوه، كان عندك فلوس في بيتك بياخذوها، كان عندكم مصرف بيستولوا عليه بياخذوا بكداره، سياراتكم اللي في الشارع بياخذوها، ويكسروا الجراج بتاع السيارة وياخذوا السيارة، وبيحتدوا على شرفكم وعلى كرامتكم في بيوتكم وقدامكم. انتم مسلحين وش انتم سلاح؟ مش تقولوا لي السلاح اللي يقول السلاح الثقيل، هذه ما اعطيك كلاشنكوف. ايوه هذه زي من تبخ الذبان بالفليد، الكلاشنكوف والرشاشة الخفيفة، هذوما ذبان. الذبان ما بتضربه بالمسدس ولا بالمدفع، بتبخها بالفليد بالضبط. هذا الفليت بتاعها ما هو الكلاشنكوف والرشاشة الخفيفة، مش حتى المتوسطة، الرشاشة الخفيفة هذه اللي تسحق البشر وتبيدهم في المعركة. أخطر سلاح الرشاشة، لما طلعت الرشاشة اعتبروها حاجة خطيرة جدا جدا وطلبوا تحريمها، قال هذا يجب يكون سلاح محرم. كيف؟ قالوا إن هذه يبيد البشر بالرشاشات والبنادق، نقدر نقاوموا أعوام وأعوام، لكن هم ما بيقاوموش. من اللي بيقاوم أعوام وأعوام؟ الأطلسي خلاص منتهي وحينتهي، حيترك المضيخة دي اللي ورط نفسه فيها، والجرذان جرذان تبخوهم بالرشاشات وبالكلاشنكوف. وجربوا كل ما تهجموها بالرشاشات والكلاشنكوف هجوم وجه لوجه يهربوا. هل ليش هم يضربوا بالحاجات البعيده؟ ليش ما توصلوش فيهم؟ ليش يضربوا فيكم بالمره بمدفع ولا بجراد؟ ليش؟ ليش ما توصلوش فيهم؟ لان كان وصلتوا فيهم انتهوا. اذا احنا لازم نوصلوا فيهم باش ينتهوا. وقوتكم في قوة الصف وتحالف الصف وتحالف القبائل اللي انبرت منها الثورة. هذه الثورة هي محسوبة، ثورة الصحراء وثورة الجنوب، ثورة جنوب ليبيا على الاستعمار اللي في الشمال. حتى القواعد كانت موجودة في الشمال، والرجعية كانت موجودة في الشمال، والرأسمالية كانت موجودة في الشمال، والاستعمار في الشمال. اعتبر هذه الثورة هي ثورة هالقبائل اللي كانت محرومة واللي حاربت الطليان ما حصلت شيء، قامت بثورة الفتح. إذا قوة بن وليد وإلا سرت وإلا فزان وإلا الجفارة الوحاد برقة، قوتها هي في تحالف قبائل الصف. بن وليد بروحها خطأ إنه يتبقى بمفردها، حتى كان يخشوا في مفاوضات سلمية نكون قوة عندها ثقل كبير يحسوا حسابه وتاخذ حصتها، يكون عندها نصيب الأسد. خلي قبائل كل تتحالف مع بعضها من الغرب للوسط للشرق، ورانا قيمة الزام كله. دباكم يخدعوكم ويتفاوضوا معكم كل واحد بروحه، زي ما داروا في قضية فلسطين، يعني يتفاوضوا مع مصر بروحها تعترف، يعني يتفاوضوا مع الأردن بروحها تعترف، يتفاوضوا مع ياسر عرفات بروحها يعترف، وهكذا يعدوا كل مرة يتفاوضوا مع واحد يعترف، لأن العرب هم اللي يطلعوا خاسرين. ردوا باكم، حد يتفاوض مع فلسطين بتاعنا بنريد ما هيش بروحه.
نريد طلع من ضلع ثابتة تمتد من هناك إلى هناك، لأن نريد قوتها في قوة الصفحة. إذا كان يعني ما تكلمتش معاكم بالإذاعة مش تصدق تقولوا خلاص أخونا وين وإحنا خلاص أين. يا سلام، أنت حتى بدون نيل تثبت وجودكم. الصف هذا قوي مستقيم يثبت وجوده، معمر ولا بلا معمر، ولكن أنا موجود معاكم. حننتصر أكيد بإذن الله. عدوا عدوا العدة لاستعداد الحركة في أي اتجاه. أنا شايف الروح المعنوية العالية في غريف الزان وعاتا، شايف المنطقة الوسطى روح معنوية عالية، تريس محصحص الرجال شباب النساء حمس الرجال معركة هل هلنا ونهار غاب العذار. ها زي ما كنا نقولوا طق الحاكم طق تولي الطرق عن السحابة نزلت مغرتين الحوثميت هل والعذارة غايبات. نحن نمتد على مساحة جغرافية ضخمة واستراتيجية مهمة من شواطئ البحر المتوسط إلى حدود الجزائر والنيجر وتشاد السودان. هذا عمقنا وعمق بلوليد. ودباركم خيلوكم كم بلوليد بروحوا أي تفاوض معاه باش يدلوكم. فتاع بلوليد ما يكلم بروحها بصفها بخوتها بقبائلها الشريكة معها في المصير من زمان. كل القبائل تشوف أن بلوليد من أهم القلاع. لازم تصمد تصمد سرد تصمد فزان تصمد الشفارة تصمد قبائل الجبل تصمد برقة. الرجال يهدون العدة شفتهم في كل وادي استعدادات رائعة لحسم المعركة. يلا انتم هلا وجدة ولدود انتم نعول عليكم ما تخيبوا ظنني ولا ظن الناس فيكم. في اتصالات كثيرة جايين تو وفود هم تعبانين يبغوا يتصلوا لكن يبغوا يفرقوا بيننا يقول خلنا نتفاوض مع هذا الشيء حاجة يعترف بينا وأمان وهذا يعترف بينا وأمان يعترف بينا وأمان باش يعوضوا عن اللي مش قادرين يواجهوا المعركة. اللي بيجي هو تلاح احنا نبغى نرتكب غلطة الحكام العرب اللي كل واحد يتفاوض مع الإسرائيليين بروحه للعرب أصبحوا معترفين ومهزومين وما حصلوا شيء أمام الاعتراف. لا لا احنا ما نروح. احنا عندنا اقليم يمتد من البحر المتوسط الى حدود افريقيا. نتفاوض مع بعضنا والا ما فيش تفاهم مع بعضنا، نحارب مع بعضنا، نتفاهم مع بعضنا، السلام مع بعضنا، حرب مع بعضنا. هيك يقولوا اي حد يجيكم. تو اتصالات موجوده نشوف فيها كل مجموعه تبصر. هيرجوكم من عندي فوضون، هيرجوكم من عندي السلام، تبقى حل حل علي اسال، وبعدين لا احنا حل محل ليش مفرد؟ كان كل واحد بروحه ضعيف. لا لكن في حل احنا ثقل. حل مع الصف كله، مع الثقل هذا كله. هيا خلوا ايمانكم قوي بالنصر بالله وروحكم المعنوية عالية، خلوكم رجال ما شوفوا التاريخ هل الدين احنا اللي سجلنا الدين بالدم مش هم. إلى الأمام إلى الأمام، صمود صمود وإلى النصر.